السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مرحبا بالإخوة والأخوات أعضاء المبادرة الطيبة. إن شاء الله في الدرس دوت هنكمل بقية شرح الدرس رقم 9. نقول بسم الله توكلنا على الله. In the last quiz, I asked you to modify a bunch of things in your app. You may not have understood what you're doing, but that's okay. We're going to talk about it now. Specifically, we're going to talk about resources in your app. Resources live under the res directory of your app. Res is short for resources. On the other hand, Java files live in the Java folder, and we have mainactivity.java located inside this folder. An Android app is primarily made up of resources and Java code. The Java code consists of files like mainactivity.java. Altogether, it handles what should happen when the app is running, like responding to button clicks or other events. Then you have resources that live in the res directory of your app. This includes images, text strings, colors, dimensions, like for width and height, XML files, like for menus and layouts, as well as raw media files, like for audio or video. One of the major advantages to separating out the Java code and the resources is that we can provide alternative resources to make the app look better on certain devices. So if we want a different layout on larger screen devices, we can provide that by just swapping it out. Or if we want to translate these strings into another language, then it makes it easier to swap out the strings in just a centralized location instead of having it scattered all over the code files. Understood what you're doing, but that's it. طبعا في الجزئية ديت هي اتكلمت عن حاجة اسمها الريسورسز. الريسورسز ديت اللي هي الموارد، و الريسورسز عموما اي شيء في اي تطبيق بيبقى فيه قسم منه اسمه الريسورسز، اللي هي الموارد الخاصة بهذا التطبيق. في تطبيقات الاندرويد الريسورسز ديت ليها اكتر من ايه من معنى، او بمعنى اصح بيندرج تحتها على اكتر من نوع. ايه الريسورسز ديت؟ انا عندي مثلا عايز احط صور في الابليكيشنز بتاعتي عفوا، سواء الصور ديت هي عبارة عن ايكونز، عبارة عن باك جراوند، خلفيات، عبارة عن صور بروفايلز مثلا زي بتاع البروفايل اللي هو خاص بالفيسبوك، منتجات، اي شيء صور بنقول عليه ريسورس. طيب بنسجل فين الريسورس دوت؟ الريسورس ده بيتسجل عندي في فولدر اسمه ريس، اللي هو الفولدر دوت. ده فولدر اساسي داخل برنامج اللي هو الاندرويد. طبعا انا عندي اشهر 2 فولدر اللي هو الجافا، وعندي الفولدر اللي هو الريس. طبعا الفولدر اللي هو التالت دوت اللي هو المينيفست دوت، ده اللي بيبقى فيه حاجه زي اللي هو الانتري بوينت، وفي البابليك سيتنج والجنرال سيتنج اللي هو في الاعدادات العامة الخاصة بالمشروع ككل. يعني ما يهمناش دلوقتي، انا ببص دلوقتي على فولدرين اللي هو الجافا والريس. الجافا ديت بيحتوي على بلوكات الاكواد. تمام، يعني ايه بلوكات الاكواد؟ يعني احنا مثلا لما رحنا للبرنامج بتاع الاندرويد ستوديو دوت، لقيت عندي هنا داخل الجافا وداخل ريسورس عندي الملف اللي هو مين اكتيفيتي دوت جاف. الملف دوت احنا ده ملف ايه؟ ملف كود مكتوب بلغة مين؟ بلغة الجافا. طيب الملف الكود دوت بيشتغل مع مين؟ بيشتغل مع الاكتيفيتي مين. هو في الاصل ان المين اكتيفيتي هو اللي بيشغل الاكتيفيتي مين اللي هو الاكس ام ال، وليس العكس. تمام، عشان كده هتلاقي في الاكواد الخاصة بالمين اكتيفيتي في الاون كرييت هلاقي ان هو بيروح ينتهلي على الاكتيفيتي مين اللي هو الاكس ام ال دوت، بيروح يعمل له عملية معالجة، وان شاء الله هنشوف بعد قليل ازاي بيتم الموضوع دوت. بس اللي يهمني ان الملف اللي جافا نفسه او اي ملفات اكواد زي الكلاسز مثلا او حاجات من هذا القبيل هتبقى متخزنة في الفولدر اللي هو اللي اسمه جافا. تمام، طيب بما فيها حتى الملفات او ملفات الاكواد الخاصة بعملية التست
تمام. هي موضوع التست ده برضو ادفانسد شويه، يعني ببساطه جدا انا عايز اعمل تيست للبلوكات دي كلها من غير ما اروح ان انا اعمل تيست على الابليكيشن، يعني من غير ما اروح للانترفيس واقعد ادوس على الزرار واشوف بيزود ولا بينقص. لا، احنا بنعمل حاجه اسمها تيست، تمام. والتيست دوت برضو يعتبر علم لوحده ومجال برضو كبير، تمام. يعني انت برضو ممكن تقرا منه حاجات كتيره وانواع كتيره، اللي هو مثلا تيست دريفن مثلا ديفلوبمنت، خلاص يعني هو انواع كتير، تمام. بس خليك فاهم ان التيست هدفه مهما اختلفت انواعه وتنوعت واشكاله، الهدف بتاعه ان انا اعمل اختبار للكود بتاعي، تمام. بدون ما انا ان انا احتاج ان انا ادخل على الانترفيس واعمل التيست ليه. طيب عشان انا مش عايز ادخلكم لمواضيع تانية، بس برضو هنديكم معلومات برضو عنها عشان اللي عايز يستزيد علم منها. طيب واحد هيقول لي دلوقتي، طب ازاي ان انا اعمل تيست للزرار دوت من غير ما ادوس عليه؟ ببساطة جدا، الزرار دوت لما بيدوس عليه في الوضع الطبيعي بيعمل ايه؟ بيروح يندهلي على بلوك كود من دوت اللي هو ميثودز من دول وبينفذه. طيب المفروض ان انا لما انفذ البلوك دوت اكيد هيعمل لي نتيجة. طبعا انا هنا عشان ده فويد ما اقصدش الريتيرن، يعني انا هعرف ازاي ان البلوك دوت وصل للنهايه؟ يبقى بعمل كونديشنز في البلوك بتاعي هنا، وبقول لو البلوك بتاعي مثلا بدأ من هنا وانتهى لهنا، تمام. ولو في اي متغيرات بجيب نتيجه بشيك عليها، بعمل كونديشنز والكلام دوت. وعلى اساس الكلام ده انا بقول ان البلوك بتاعي تيست، يعني ايه؟ يعني زي بقول لك ايه، سكسس في عملية الايه التيست، يعني نجح في عملية الاختبار. طب بقول عليه فيلد امتى؟ لما هو اصلا ما يقدرش يوصل للمنطقة ديت، او لو وصل للمنطقة ديت ولقيت متغير من المتغيرات ديت انا كنت متوقع يديني قيمة، لقيت ان هو اداني قيمة مخالفة للي انا متوقعها، ففي الحالة ديت بقول عليها فيلد. خلاص، ده فكرة موضوع التيست، عشان بس ما حدش يقول طب ازاي تيست اعمل تيست على الزرار وانا مش بدوس عليه. الفكره ان انا مش محتاج ان انا ادوس عليه، انا بعمل تشيك فعلا على الاجراء اللي هينفذه الزرار لما يندس عليه، تمام. نرجع لموضوعنا ده بالنسبه لفولدر الجافا. طب فولدر الريس ده، احنا قلنا فولدر الريس دوت بيحتوي على الريسورسز. طيب الريسورس ديت ليها انواع، ليها الريسورس، طيب نوع الموارد ديت، في عندي مثلا الصور، الصور دي بتتخزن جوه فولدر اسمه درويبل بهذا الشكل، تمام. طيب في فولدر اسمه لي اوت، لي اوت ده بيخزن لي فيها ملفات الاكس ام ال اللي انا بستخدمها في عمليه اللي اوت، زي مثلا الملف ده كده، تمام، بتاع الاكس ام ال ده اللي اوت الخاص بيه بالشاشه اللي قدامي، فبيتخزن فين؟ في الفولدر ده، تمام. في عندي فولدر اسمه فاليو، ده بيخزن فيه الالوان اللي انا اقدر اندهلها من خلال الاكس ام ال، تمام. ممكن اقول له مثلا روح لي على اللون اللي هو موجود مثلا اللي متسمي في الفولدر في الفايل اسمه كولرز، تمام. دي طبعا كولر دوت وسترينج وستايل، ديت بنعرفها داخل مبدأ اللي هو الريسورسز، بتبقى حاجة اسمها الريسورس تايب او نوع الريسورس. حلو، طيب يبقى ده فايدة الريسورس، ان انا يعني بجيب حاجات اخزنها في الفولدر دوت وبعد كده اقدر استدعيها. طب انا بستدعي الكلام ده منين؟ بقدر استدعيها من منطقتين. المنطقة الاولى الاكواد، خلاص، اللي هو الاكواد بتاعي بيبقى فيه كلاس اسمه ار، اللي هو الحرف الار دوت. الار ده هو عبارة عن كلاس، كلاس دوت ان شاء الله هنعرف يعني ايه كلاس بعد قليل، ولكن هنعتبر ان دوت عبارة عن ملف. الملف دوت بيخزن لي كل الايديهات اللي موجوده في فولدر الريس ديت، اي حاجه موجوده في الريس ديت بتتخزن في هذا الفايل اللي هو اسمه ار، تمام. خليك فاكر الحته ديت. طيب بندهله فين تاني؟ بقدر اندهله من هنا، بقول مثلا في على سبيل المثال المكان ده، بقول له عايزك تبقى عن طريق اللي هو الات، عايزك تندهلي على ريسورس. طيب في اني بقى الريسورس، يعني فين مكان الريسورس دوت؟ المفروض ان انا بعد الاد دوت بتبعه بالريسورس تايب، يعني نوع الريسورس. طيب لو في لو انا همشي بالوضعيه ديت، اللي انا اقصد الريسورس اللي موجود في الفولدر ده، يبقى هقول ايه؟ اد، وبعد كده كلر، وبعد كده اللي هو الفورورد سلاش، وبعد كده اسم الريسورس. طيب ليه انا كاتب اندرويد؟ اندرويد ديت لاني انا ما اقصدش الريسورس اللي موجود هنا، اندرويد كولر دوت انا مقصودش اللي هو ايه الالوان الموجوده هنا. انت لو فتحت كده مش هتلاقي اللون اللي انا بدور عليه،
عفوا مش هتلاقي بلاك. فين بلاك هنا في الملف دوت؟ طبعا النيم يعني، فين بلاك هنا؟ لا مفيش الكلام ده. طيب انا اقصد مين؟ انا اقصد اللون اللي موجود في الفريم ورك الخاص بالاندرويد. ادام انا قلت اندرويد تمام ونقطتين وبعد كده الكلر، معناته ان انا عايز اوصل للريسورس طيب اللي هو موجود فين؟ موجود في الفريم ورك اللي هو الخاص بالاندرويد. طب لو انا مش عايز اعمل كده وعايز اوصل للريسورس اللي موجود هنا واللي خاص بالالوان، اروح شايل الاندرويد ديت واقول ات وبعد كده كلر فورورد سلاش وبعد كده اسم الريسورس. فين اللي اسم الريسورس دوت؟ اللي هو التاج اللي اسمها نيم. كل سطر من دول هو عبارة عن ايه؟ كلر. ادي اسم الكلر وادي قيمة الكلر بتاع او اللون يعني، تمام. ده نفس الشيء، فلما بكتب الاسم دوت هنا هو ده نفس القيمة بتاعته بتيجي بيروح يشوف لي الات، انت عايز ريسورس كلر، نوع ريسورس ايه؟ لون. طيب اسم اللون ايه؟ بلاك. فالمفروض بيدخل هنا على الملف اللي هو كلر ده، فين يشوف السطر اللي مكتوب النيم بتاعه مثلا بلاك. لو فرضنا مثلا ان ده بلاك بيروح جايب القيمة ديت تمام، ده اللي هو النظام الهكس للالوان، ويروح جايبه طبعه مكان الجملة ديت. اعتبرها شورت كات مش مشكلة. خلاص فهمتوا انتوا الفكرة من ديت؟ طيب طيب كده بالنسبة للنقطة اللي هي بتاعة الريسورس، نكمل بقية الشرح بتاعنا. Now that you know what Android resources are and that you can put them in different folders, let's talk about how you can actually access the resources that you saved in those folders. When your app is compiled, there's a tool in Android called AAPT, and that generates the R class. This is simply an R.java file, and I'll show you an example next. It contains the resource IDs for all the resources in your res directory. So for every resource that you added, now there's an ID to refer to it. The ID is in a format that is based on the resource type. So for all drawable resources, which are graphics, it would follow the format of r.drawable. For all strings that are resources, it would follow the format of r.string. And then the resource name, which is hello in this case. Note that there are two ways that you can access a resource. In Java code, it follows the format of r.resourceType.resourceName. In XML though, it follows the at notation. So it'd be at, and then the resource type, which is string, slash, and then the resource name, which is hello. Here are more examples of different resource type than the resource name. طبعا من الجزئية ديت نفهم ان انا عندي تول اسمها ابت. التول ديت ممكن نقول عبارة عن برنامج صغير موجود جوه الاندرويد ستوديو دوت. طب فايدته ايه؟ فايدته باختصار شديد جدا ان هو بيبص بيراقب الفولدر اللي اسمه ريس دوت، بيراقبه يشوف اي صورة تدخلها جوه هذا الفولدر، اي حاجة هتضيفها جوه هذا الفولدر، اي لاي اوت، اي الوان، اي سترينج، اي ستايلات هتدخلها جوه الفولدر اللي اسمه ريس اللي هو الريس دوت اللي هو ستاند فور ريسورسز يعني تمام، هياخدها وينشئ لها اي دي. طيب الاي دي دوت هيتخزن فين؟ هيتخزن في داخل الكلاس اللي اسمه ار تمام. يبقى ار تمام اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه ده عباره عن كلاس هنشبهه بملف او مخزن. المخزن دوت بيخزن اللي فيها الريسورسز اللي موجوده داخل الفولدر اسمه ريس دوت. طيب على اي اساس بيخزنها؟ هو بيخزنها بحاجه اسمها الاي دي، يعني الاي دي اللي هو الايدنتيفاير اللي هو المعرف، يعني هنشبهه زي رقم البطاقه كده مثلا تمام. في الدوله بتاعتك مفيش في نفس الدوله اتنين ليهم نفس الرقم، كل واحد ليه يونيك اي دي. طيب الاي دي دوت جه ازاي او كان بيتركب من ايه؟ بيتركب من حاجتين. اول حاجه بيتركب منها هو الريسورس تايب اللي هو نوع الريسورس، والشق التاني اللي هو الريسورس نيم اسم الريسورس. طيب نوع الريسورس زي ايه مثلا؟ درويبل ده ايه؟ عبارة عن ايه؟ احنا قلنا ده فولدر، الفولدر دوت بيتخزن فيه الصور والايكونز والكلام دوت. حلو. طيب يبقى الاسم دوت هو يعتبر بالنسبة لي
اللي هو ايه نوع الريسورس، اللي هو الريسورس تايب. يبقى لما لو قلت مثلا ان انا عايز اعمل جنريت لاي دي، يبقى الاي دي بتاعي هيتكون من ايه؟ اول حاجه الريسورس تايب، على سبيل المثال الدرويبل. طيب ايه تاني بيبقى في شق تاني؟ اللي هو الريسورس نيم، اسم الريسورس. طب اسم الريسورس دوت بيختلف على حسب نوع، يعني من كل ريسورس للتاني. يعني مثلا الصور والايكونز والكلام دوت، بتلاقي ان الريسورس نيم هو اسم الفايل. يعني مثلا لو ايكون مثلا اسمها ماي لوجو مثلا دوت بي ان دوت ايكو او دوت بي ان جي، تمام، اسم الايكونز ده او اسم الصورة او الفايل نيم يعني هو هيبقى يعتبر الريسورس نيم بتاعي. يبقى لما اقول انشئ لي اي دي، اي دي مثلا للريسورس خاص بصورة اسمها مثلا ايمج او اي ام جي، تمام، دوت بي ان جي. تمام، انا دلوقتي عايز انشئ اي دي للصورة ديت، بنشئه ازاي؟ افكر الاول هو الريسورس اي دي بتاعي بيتكون من ايه؟ بيتكون من شقين، الشق الاول الريسورس تايب. طيب دي ايه بقى؟ ده انهي نوع من الريسورسات ديت؟ ها، ده لا نص ولا ده لون ولا ده ستايل ولا ده لاي اوت، ده صورة خلاص. طيب الصورة ديت الريسورس تايب دوت اللي بيمثل الصورة فين؟ ها، اروح للفولدر اسمه رس، اشوف الصورة بتسجل فين، بتسجل جوه فولدر اسمه درويبل. طبعا مش شرط ان اسم الفولدر بيعكس الريسورس تايب، خلي بالك من الحاجات ديت، لان احنا هنيجي في الفاليوز ديت هتلاقي ان الفولدر اسمه فاليوز دوت ما بيشيرش ليه الريسورس تايب، خلاص. ولكن احنا بنحاول يعني ناخدها بالشبه كده وبنيسر شوية، مش عايزين الناس يعني تحفظ. طيب خلاص انا قلت خلاص ان الدرويبل دوت هو يعتبر اللي هو الريسورس تايب بتاعي، تمام. طيب انا كده يعتبر عملت الشق الاول من الاي دي. طيب ايه اللي ناقص تاني؟ المفروض بقى بتعمل الشق التاني. طب ايه الشق التاني؟ اللي هو احنا بنقول عليه الريسورس نيم. طب دي صورة، فين اسم الصورة؟ اسم الصورة اللي هو الفايل نيم يعني AIMG، كده في دوت وكده PNG، ده الاكستنشنز او الامتداد الخاص بهذه الصورة. يبقى ده IMG، يبقى ده بالنسبة لي ده الاي دي الخاص بمين؟ بالريسورس للصورة ديت. طيب لو انا عايز اعرض الريسورس دوت جوه اللي اوت الخاص بالاكس ام ال، جوه ملف الاكس ام ال، باجي هنا قبل الاي دي دوت كله وبقول الات، تمام، الات اللي هي تبع اللي هو الايميلات، تمام. رمز الات دوت بيشير لايه؟ الريسورس، بيتبعه اللي هو الريسورس تايب، نوع الريسورس بيتبعه، طبعا بيبقى فيه هنا فورورد سلاش، بيتبعه اللي هو الريسورس نيم، اسم الريسورس. طيب لو في حالة الانواع التانية من الريسورس، مثلا طبعا اللي اوت ده معروفة، يعني انا عندي مثلا وعايز اعمل اطلع الاي دي الخاص باللي اوت، بقول ات، تمام، بعد كده الريسورس تايب ايه للي اوت؟ هو اسمه لي اوت برضه، وبعد كده فورورد سلاش، وبعد كده اسم الريسورس اللي هو اسم الفايل، يعني مثلا اكتيفيتي اندرسكور مين، طبعا ما فيش هنا اكستنشنز الفايل، تمام. يبقى انا كده جبت مين؟ الاي دي. طيب لو انا عايز اجيب الاي دي لمثلا لنص او للون، ها، بقول ات خلاص، والريسورس تايب بتاع الكلر هو كلر، تمام، فورورد سلاش، وبعد كده بقول اللي هو اسم الريسورس. طب اسم الريسورس ايه؟ طبعا انا مقصودش بيه اللي هو اسم الفايل، اسم الريسورس عندي هنا بدخل على الملف بتاع الالوان، الريسورس بتاعي هو اللي موجود في التاجة اللي اسمها نيم، الاتريبيوتس اللي اسمها نيم. انا كل سطر من دول، تمام، عبارة عن element ليه نيم وليه value. هنشبهها حاجة زي شبه الديكشنري كده، خلاص. الديكشنري دوت بيبقى ليه كي يعني ليه مفتاح، ويبقى ليه value يعني ليه قيمة. الكي بتاعي او المفتاح بتاعي هنا ايه؟ هو النيم. النيم دوت، شوف الاتريبيوت النيم دوت واخد القيمة ايه، ده اللي هينكتب يعتبر بالنسبة لي اللي هو resource name. حتى هنا بيقولك resources، جوا بقى مجموعة كل واحد من دول يعتبر resource. طب resource name فين؟ هو النيم دوت، تمام.
يبقى لما عاوز اقول مثلا اللي هو الكالر مثلا برايمري دوت، يبقى هنقل الاسم ده احطه في المكانه ديت. يبقى ده انا كده جبت اللي هو الاي دي، الريسورس اي دي. يبقى انا كده جبت العنوان اللي انا اقدر من خلاله اوصل لقيمه اللون دوت داخل ملفات الاكس ام ال. خلاص. طب بالنسبه للسترنج بقى النص نفس الشيء، باجي هنا بكتب ات وبقول هنا اللي هي ايه، هنقول مثلا ادي ات، تمام ادي ات. وبعد كده النوع الريسورس، الريسورس طيب انا مش بحفظ، انا بمشي زي ما انا فاهم. ات رمز الريسورس، وبعد كده ايه الريسورس طيب، نوع الريسورس. طب انا عايز ريسورس طيب نوعه ايه؟ ها صورة؟ لا. لي اوت؟ لا. الوان؟ لا. ده نص سترينج. طيب فين الملف الخاص بالسترينج اللي هو ملف السترينجز دوت اكس ام ال؟ طيب الملف ده جواه ايه؟ جواه ريسورسز، كل سطر من دول بيعتبر يعبر لي عن ريسورس واحد. هنا مثلا عندي ريسورس اسمه ايه، الاب اندرسكور نيم، هو في قيمة فاليو اللي هو جاست جافا، ده نص. انا ممكن اعمل اكتر من ريسورس ليهم نفس الاسم ولكن في لغات مختلفة. يعني مثلا على سبيل المثال الفايل دوت بيعبر لي عن اللغة الانجليزية، ممكن اعمل فايل تاني بيعبر لي عن اللغة العربية، ممكن اعمل فايل تالت يعبر لي عن اللغة الفرنسية، وهكذا اي لغة. تمام. والتبديل ما بينهم بقى بيبقى اوتوماتيك، يعني على حسب لغة الجهاز اللي عارض قدامك. وفي إمكانية اللي أنا أعمله بقى يعني يتحكم فيه بقى بطريقة يدوية كمان، إن أنا ممكن أخلي المستخدم مجرد ما يدخل على التطبيق بتاعي يختار اللغة اللي عايز يفتح بيها التطبيق بتاعي، وبعد كده ممكن تتسيف في حاجة اسمها سيتنج، يعني حاجات زي كده يعني. طيب أنا دلوقتي عايز أوصل للكلمة اللي هي جافا، جاست جافا ديت، ده سترينج، أوصل له إزاي؟ ها شوف ده عبارة عن ريسورس. طب عشان اوصل للريسورس بقول ايه، انا بتكلم دلوقتي فين؟ وانا بتكلم على داخل ملفات الاكس ام ال، عايز اوصل للريسورس وانا واقف داخل ملف الاكس ام ال، بكتب ات اللي هي رمز للريسورس، وبعد كده المفروض الريسورس طيب، الريسورس طيب بتاعي ايه، ده سترينج اس تي ار اي ان جي، تمام. الاس هنا سمول، الاس التانية اللي احنا كنا بناخدها كانت اللي هي عبارة عن سترينج اللي هو الاس كابيتال، كان اللي هو الداتا طيب. تمام. طيب بعد كده ايه، بعمل فورورد سلاش، وبعد كده الشق التاني من الاي دي بتاعي ايه، الريسورس نيم. طيب الريسورس نيم ده هنا ايه، اللي هو كلمة اب نيم، باجي انا الكلمة دي هنا بهذا الشكل. يبقى هو ده معايا الستايل الخاص بالاي دي. طيب ممكن انقل الكلام ده، انقل الاي دي دوت واروح مثلا في الاكتيفيتي ده، فين هنا اللي عايز نص مثلا الخاصيه اللي اسمها تكست ديت، اروح شايل الكلام ده كله تمام، واقول مثلا طب حتى احنا ممكن نعمل مثال كده عشان نيسر على الناس. انا ممكن اجي هنا اقول عايز اضيف ريسورس، ادي عفوا تمام، ادي السترنج. قال لي النيم ايه، هقول له مثلا اوردر سمري تمام. طيب اقفل. ها القيمة بتاعته ايه، هي النص ده. حلو كده. طبعا يعني يفضل ان الكلام يبقى كله سمول، مبقاش فيه حاجة كابيتال، ومفيش مسافات ما بين الكلمة والتانية. طب انا عندي الريسورس اللي هو اوردر سمري ده، الريسورس دوت انا عايز انقله هنا بدل اللي هو الهارد كودنج ده. خلاص اروح جاي كده، انا عايز اعمل ايه، انا عايز اوصل للريسورس، ريسورس طيب. انا واقف فين دلوقتي، واقف في ملف اكس ام ال. طيب ملف الاكس ام ال عشان انده على ريسورس اعمل ايه، بقول حرف الات او الساين اللي هو علامة الات، وبعد كده ده طبعا بيرمز للريسورس، بعد كده المفروض ايه، الريسورس طيب. انا عايز اجيب ايه، عايز اجيب نص، يبقى الطيب بتاعه سترينج. خلاص انت مجرد ما تكتب سترينج هو بيقول لك الاوتو كومبليتيشنز ديت، جاب لك الايه، الريسورسز اللي موجوده في ملف في السترينج. طب هو عارف منين ان انت عايز سترينج؟ عشان انا قلت ات وجبت تبعا ليها او تبعا ليها اللي هي كلمه سترينج اللي هي الريسورس طيب. طيب اختار مثلا، خلينا كني شغال شغل يدوي، اقول فورورد سلاش، وبعد كده المفروض ان انا ايه، اكتب اسم الريسورس، اسم الريسورس بتاعي اللي هو اوردر سمري بهذا الشكل.
يبقى الكومبايلر بتاعي لما يجي يعالج البلوك دوت من ملف ال XML هيلاقي علامة ال at، هيلاقي ان فيها ده يشير الى ريسورس، يبقى انت عايز تجيب نص من ريسورس. طب نوع الريسورس ده ايه؟ ده سترينج، بيروح جاي هنا واقف داخل على الملف ده. طيب انت اسم الريسورس ايه؟ ده الاسم بتاعه اللي هو النيم او الكي، فبيجي فين الريسورسات اللي هنا واللي واخده نفس الاسم النيم. طبعا هنا ما ينفعش تكتب اكتر من ريسورس ليهم نفس الاسم، هيعترض وهيقول لك لا غلط، ما ينفعش. يعني ما ينفعش اعمل ريسورس تاني له نفس الاسم حتى لو القيمه متغيره، هم ما يهموش القيمه، هو اهم حاجه النيم، النيم ده يعتبر يونيك، اي دي يعني ما ينفعش يتكرر. طيب ده نفس الشيء لو انا بتعامل داخل ملفات اللي هي ايه الاكس ام ال. طيب لو انا بقى عايز اتعامل مع ملفات الكود، يعني انده على ريسورس، بس الريسورس ده برضو فين؟ داخل ملف الكود. تعال نشوف ده ملف الجافا. طب ملف الجافا بيختلف، ما ينفعش اقول ات وريسورس نيم والكلام دوت، لا لا، ليه اسلوب مختلف، وان كان يعني متشابه شوية الى حد ما. طيب ادخل على الريسورسز بتاعتي ازاي؟ اول حاجة بقول الار. الار دوت عبارة عن كلاس، الكلاس دوت بايه؟ بيحتوي على كل الايديهات اللي خاصة بالريسورسز ديت. طيب وبعد كده بقول ار دوت. طيب ديت كل اللي انت شايفه قدامك دوت، دي كلاسات، الكلاسات ديت هي يعتبر الداتا تايب، عفوا الريسورس تايب. يبقى ار احنا قلنا ده عبارة عن كلاس او فايل بيتخزن فيه كل الاي دي او الخاصة بالريسورسز يعني. طيب مين اللي بيخزن لي الكلام دوت؟ اللي بيخزنه لي برنامج، او مش عايزين نقول برنامج، نقول تطبيق اسمه ابت، او نقول تول، بلاش تطبيق، ابت عبارة عن تول داخل اندرويد ستوديو الكومبايلر بيحتاج لها عشان تفرز لي كل اللي موجود في الريسورس دوت وتنشئ له اي دي وتخزنه جوه الفايل اللي هو ار، او جوه الكلاس اللي اسمه ار. طيب انا عايز اوصل بقى لاي دي بقى متخزن جوه الكلام دوت، هو المفروض ان اللي متخزن جوه الكلاس دوت هو بيعكس، بيعمل ريفلكت للمحتوى اللي موجود هنا اللي موجود في الفولدرات ديت. طب اوصل له ازاي؟ حاجه بسيطه جدا، بقول ار وبعد كده دوت، وبعد كده هنا بقول ايه اللي هو الريسورس. طيب نوع الريسورس، ها زي ما احنا خدنا لما كنا بنتكلم في الاكس ام ال، لو انا عايز صور اقول دوت درويبل، اهو خلاص ده الدرويبل ده اللي هو الريسورس. طيب لو انا عايز مثلا سترينج بقول دوت سترينج. طيب لو انا عايز مثلا كلر لون بقول دوت كلر، خلاص. لو انا مثلا عايز ستايل بقول دوت ستايل. في طبعا حاجات، في مثلا لو عايز اي دي، لو انت عايز تقرا اي دي مثلا في الحاجات دي، مثلا عندي هنا الاندرويد اي دي، لو انا عايز اقرا الاي دي دوت تمام الخاص بالكنترول زي ده، اقرا منين؟ اقرا بهذا الشكل، بقول ار دوت اي دي خلاص، وبعد كده بقول دوت، وبعد كده بيجيب لي هنا بقى كل الايديهات اللي موجوده فين في الابليكيشنز بتاعتي، خلاص. طيب يبقى عرفت ان انا، او حتى في هنا دايمن ده اللي هو دايمنشنز اللي هي فيه الابعاد، برضو ملف بيبقى موجود جوه الفاليوز ده، ملف اكس ام ال بحط فيه الابعاد زي مثلا المارجنز، بحط مثلا فيه البادنج، قيم البادنج طبعا، بحط فيه مثلا الارتفاع، العرض، اي حاجه فيها ارقام بتمثل لي مثلا دايمنشنز بحطه في هذا المكان، تمام. وبرضو هنا في الانمي ده برضو ريسورسز خاص بالانيميشنز، تمام. دي يعتبر اشهر الريسورس تايب اللي في الغالب بنستخدمها بكثرة، خلاص. بعد كده ايه عندي مثلا بتاع لي اوت، اهو لي اوت ده ريسورس تايب، ده يشير لمين؟ يشير لكل المحتوى الموجودة في الفولدر اللي اسمه لي اوت. يبقى لو قلت بعد كده بعد الريسورس بقول ايه؟ بقول دوت، خلاص. طيب هنا بيجيب لي ايه؟ بيجيب لي اسماء الريسورس بقى اللي موجوده هنا، تمام. اللي اوت دوت موجود فين؟ موجود في مثلا ملف اسمه بهذا الشكل، فهو بيجيب لي الريسورس دوت. طبعا المحتوى ده فين في الاساس؟ هو متخزن جوه الفايل اسمه ار. طب على اي اساس اتخزن؟ على اساس المحتوى اللي موجود في ملفات الريسورس دي، خلاص. طب مين اللي بيخزنها جوه الار؟ اللي هي التول اللي اسمها ابت. اعتقد ان الموضوع بقى سهل وبسيط، مفيش اي مشكله. تعال نشوف ار مثلا،
ومثلا string هول دوت، ها جاب لي الاب نيم والاوردر سمري والكلام دوت. حلو قوي، يعني انا قدرت اوصل للريسورسز من خلال ملف الاكس ام ال، وانا جوه ملف الاكس ام ال وده، وعرفت ادخل او اعمل اكسس للريسورسز من خلال ملف الجافا. تمام، اعتقد ان الموضوع يعني بقى يعني يسير، يعني مش معقد يعني الى حد ما. طيب نرجع نشوف الدرس بتاعنا. Aim, which is hello. Here are more examples of different resource types and how to access them. These are just a couple of the common resource types, but there's many others. Just remember that in Java code, you always start with a capital R, a dot, and then resource type, a dot, and then the resource name, and the name is whatever name you assign it. And then in XML, you have at, and then the resource type, slash, and then the name of the resource. Let's take a moment to find all the resource IDs in our main activity Java file. I'm going to open up the find command in Android Studio. I'm going to use command F, or you can use control F if you're on Windows. It pops up a search field here. I'm going to search for capital R dot and then click on match case so that it only grabs the capital R cases. The first thing it finds is this r.layout.activity_main reference. This is interesting because we're referring to the activity main layout file. This is actually how the main activity knows to load up this XML file. Isn't that cool? Let's look at the next reference. Okay, in the display quantity method, we have a reference to r.id.quantity_text_view. So this is referring to a view ID, specifically the text view that displays the quantity. Hopefully some of the puzzle pieces are coming together. By referring to this view in the Java code, we can update it while the app is running to show this number of coffees. Let's go to the next occurrence. Okay, in the displayMessage method, we see a reference to r.id.orderSummaryTextView. Here it seems like we're trying to refer to this text view that displays the order summary so that we can update it with this message. Now we know that. طيب احنا نكتفي بهذا القدر عشان بس حجم الملف ما بقاش كبير، ونكمل ان شاء الله في فيديوهات قادمة بإذن الله تعالى. نسألكم صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.